اهلا بيكم طلاب مدرسة المنتزه الخاصة، معاكم ميس آية. النهاردة هنحل مراجعة عامة، هنحل اسئلة مراجعة عامة على مقرر شهر اكتوبر ان شاء الله. اول سؤال معانا هو الخريطة، بيطلب مني في رقم واحد، بيقول لي عندي رقم واحد مضيق ايه؟ مضيق هرمز. رقم اتنين ده المحيط الاطلنطي. رقم تلاتة هضبة الشطوط. اما رقم أربعة دي جبال الحجاز. يبقى مضيق هرمز، رقم اتنين المحيط الأطلنطي، رقم تلاتة هضبة الشطوط، ورقم أربعة جبال الحجاز. عندنا السؤال التاني، صوب ما تحتوي خط. من المشكلات السياسية في الجناح العربي الإفريقي مشكلة فلسطين. طبعا غلط، هنشيل فلسطين ونحط من المشكلات السياسية في الجناح العربي الإفريقي مشكلة، ممكن أحط إيه؟ جنوب السودان، ممكن أحط كمان الجزر الإماراتية أو المدن المغربية. ينتج رقم اتنين عن التعرية المائية أشكال تضاريسية. التعرية المائية بينتج عنها أشكال تضاريسية مثل الكثبان الرملية، لا قلنا شواطئ البحار أو طبعا دلتوات الأنهار. تمتد هضبة أفريقيا الشمالية من المحيط الهادي شرقا حتى المحيط الأطلنطي غربا، لا قلنا تمتد هضبة أفريقيا الشمالية من البحر الأحمر شرقا حتى المحيط الأطلنطي غربا. يبقى رقم واحد قلنا من المشكلات السياسية في الجناح الإفريقي فلسطين في الجناح الأسيوي. اختاروا الجزر الإماراتية، المدن المغربية، جنوب السودان، كل الحاجات دي في الجناح الإفريقي. ينتج عن التعرية المائية أشكال تضاريسية زي دلتوات الأنهار أو شواطئ البحار، يبقى مش هنختار الكثبان الرملية. تمتد هضبة أفريقيا الشمالية من البحر الأحمر شرقا حتى المحيط الأطلنطي غربا. عندي الاختيارات، قامت في شمال شبه الجزيرة العربية مملكة، قلنا الحيرة والغساسنة، يبقى هنختار رقم واحد يا حيرة يا غساسنة، يبقى غساسنة. اتنين، اتجهت الرحلات التجارية التي كانت تنظمها مكة نحو جهتي، قلنا رحلة الشتاء ورحلة الصيف. الشتاء لليمن يعني الجنوب، والصيف للشام يعني الشمال، يبقى الشمال والجنوب. خرج الرسول تاجرا بمال السيدة خديجة إلى الشام مع غلامها ميسرة. ارتبط الشعر والخطابة عند العرب قبل الإسلام بالنشاط التجاري، لأن الأسواق التجارية كانت ميدانا لتنافس الشعراء والخطباء، يبقى التجاري. دلل، كانت شبه الجزيرة العربية مهدا لكثير من الأنبياء، قلنا عاش فيها أنبياء كثيرة مثل هود وصالح وشعيب وإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. هود وصالح وشعيب، إبراهيم وإسماعيل. هود وصالح وشعيب، إبراهيم وإسماعيل. هنكمل رقم واحد، ممر مائي، دي طبعا قناة السويس لأنها تربط البحر الأحمر بالمتوسط. رقم اتنين دائرة عرض مرت بجنوب مصر، يبقى مدار السرطان. رقم تلاتة عندي جبال عسير. رقم أربعة هضبة حضرموت. الاختيارات، يحد الوطن العربي من الغرب المحيط الأطلنطي، يبقى غربه محيط الأطلنطي. أدى تعرض الصخور الصلبة بالوطن العربي إلى حركات انكسارية. أدى تعرض الصخور الصلبة بالوطن العربي إلى حركات بطنية، إلى تكون جبال انكسارية، عشان حصل انكسار للصخور فارتفعت بعضها مكونة جبال وانخفضت بعضها مكونة بحار، يبقى اللي ارتفع ده جبال انكسارية. الممر المائي الذي يصل بين خليجين عربيين هو مضيق هرمز، يصل الخليج العربي بخليج عمان، يبقى مضيق هرمز. يبقى الوطن العربي حدوده من الغرب المحيط الأطلنطي. أدى تعرض الصخور الصلبة لحركات باطنية إلى تكون جبال انكسارية. الممر المائي الذي يصل خليجين عربيين هو مضيق هرمز، بيصل الخليج العربي بخليج عمان. هنا أول سؤال في صوب، خضعت اليمن قبل الإسلام لحكم، هنشيل الروم ونحط الفرس.
قلنا الروم مصري والشام، أما الفرس العراق واليمن. بعد وفاة عبد المطلب جد الرسول كفله عمه أبو طالب، يبقى بعد وفاة جده كفله عمه أبو طالب. من أشهر الشعراء العرب في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام النابغة الزبياني. انتشرت الديانة المسيحية بدولة الفرس، غلط طبعا، انتشرت الديانة المسيحية بدولة الروم واعترفوا بالمسيحية ديانة رسمية. رقم 4، كان النظام القبلي هو النظام السائد في شبه الجزيرة العربية. قلنا طبعا النظام السائد هو النظام القبلي، ليه؟ لأن شبه الجزيرة العربية يا ولاد كانت عبارة عن قبائل متفرقة، لكل قبيلة، يعني ايه ميس قبيلة؟ يعني مجموعة من الناس، كل مجموعة من الناس بنسميهم قبيلة. يبقى شبه الجزيرة العربية كانت عبارة عن قبائل متفرقة، لكل قبيلة شيخ يحكمها وقانون بيمشي عليه كلهم، يحدد حقوق وواجبات كل فرد بيها. يبقى لأن شبه الجزيرة عبارة عن قبائل متفرق، لكل قبيلة ايه؟ شيخ يحكمها وقانون بيحدد حقوق وواجبات كل فرد بيها. قلنا الحرفة الرئيسية والأساسية هي الرعي، لأن الأمطار نادرة قليلة جدا، فالزراعة كانت قليلة، أمال الحرفة الرئيسية الرعي. طب النظام السائد النظام القبلي، لأنها عبارة عن قبائل متفرقة.